يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى. اسمحوا لي باسمكم ارحب بضيوفنا الكرام الشيخ جابر البندر الصباح الرئيس الفخري للجنه الهوكي، والشيخ نواف محمد المبارك الصباح امين سر لجنه الهوكي، اخونا العزيز سيد فهد العجمي رئيس لجنه الهوكي، واذا انا معلومتي صحيحه احد المؤسسين او المؤسس تقريبا للجنه وقتها. حياكم الله، شرفتنا شيخ. الله يحييك ويبيك. حياك الله اخوي نواف. يا هلا فيك. ساعة مباركة اخوي فهد. راح ناخذ كل جوانب رياضتكم لكن بعد ما نشوف التقرير. رجعنا معاكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء لضيوفي وضيوفكم داخل الاستوديو. طبعا مثل ما شفتوا هذه لقطات البطولة الأولى لهوكي الجليد، أو البطولة الخليجية الأولى لهوكي الجليد. ما أدري ناخذ بداية من أبو بندر، متى جاتكم فكرة تنظيم البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفكرة جاتنا يعني صار لها فترة، بس كان ناطرين الموافقة من الاتحاد الدولي أساس نقيمها عندنا بالكويت، والحمد لله يعني جاتنا الموافقة ورحبوا الدول يعني أن تستضيف بالكويت، وكانوا متحمسين وايد، والحمد لله صارت لعبة الخليج الأولى هوكي الجليد بالكويت. أبو حمد، يعني بعد ما يعني أنتم عودتونا كمشاركين، الآن أنتم منظمين، فرقت معاكم؟ والله هي أكيد فرقت معنا، لأن أول بطولة خليجية حق لعبة الهوكي بالشرق الأوسط كله بعد، مو بس بالخليج. طبعا البطولة هذه يعني تسجلت إن أول دولة نظمتها الكويت، ويعني تنحسب لنا هذه بالاتحاد الدولي، يعني تسجل لنا كنقطة بالاتحاد الدولي. بالاتحاد الدولي. نعم. أي نعم. أبو حمد، أنت كنت لاعب، شاركت كلاعب، شاركت كإداري، كمدرب، يعني جمعتها فنيا وإداريا، استفدت من كل هالمشاركات، يعني حطيتوها بالحسبان لما فكرتوا تنظمون دورة الخليج؟ يعني احنا لما نشارك مثلا خارجيا قاعد اشوف احدث وسائل التنظيم، الابداعات اللي تطلع في كل بطولة، يعني اكيد انه صار عندكم حصيلة من هالاشياء وظفتوها في هالبطولة؟ اكيد، يعني ما في شك ان هذا الانجاز اللي سويناه احتسب حق الكويت. اكيد. فتضافرت كل الجهود الحمد لله، سواء من صحافة، إعلام، إداريين، من الجميع لإنجاح هذه البطولة، ونجحت الحمد لله بشهادة جميع الوفود المشاركة بهالبطولة. أعتقد خذيتوا فيها المركز الثاني. إحنا أخذنا فيها الاستضافة، فزنا فيها وفزنا بالمركز الثاني. الحمد لله. الحمد لله. نرجع لك أبو مندر، أنتوا ما زلتوا لجنة، على حد علمي في كتاب من الاتحاد الدولي باعتمادكم كاتحاد وليس لجنة. وين وصلتوا في الموضوع؟ تقدر تقول احنا وصلنا بال يعني الخطوات الاخيره مثل ما تقول، يعني ان شاء الله، ويعني هي بس مجرد يعني
اوراق وتوقيع وشيء، وان شاء الله يعني بحال الله قريب ان شاء الله. مساله وقت يعني، مساله وقت، كل شيء ياخذ له وقت، ومثل ما قلت احنا بالخطوات الاخيره ان شاء الله، وان شاء الله خير. محمد بنطلع من هالاجواء شوي، ابي اكثر مشاكل تواجهونها كناحيه اداريه. انا يمكن شخصيا صادفتك بالهيئه كذا مره، اشوفكم تركضون على شغلكم، يعني يا ليت تكلمنا عن ابرز المعوقات بالنسبه لكم. والله انا حاليا هو ما في يعني، الحمد لله يعني الهيئه العامه للشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه متعاونين معنا الحمد لله، يعني ما قصروا باي شيء. ولكن اذا اكلمك عن قبل التفرقات الرياضيه، تدري احنا لجنه موثقه من اللجنه الاولمبيه، عرفت يعني ما عندنا ميزانيه مستقله، فلازم تروح حق فلان وفلان على اساس انه اوكي ويمشي الشغل وهذا وكذي. بس يعني الحمد لله يعني حالنا من حال باقي الاتحادات، مع ان احنا للحين لجنه وحق يعني معسكر او بطوله خارجيه او استضافه مو مقصرين معنا يعني. بس واكثر اكثر شيء نواجهه، اكثر شيء نواجهه تقدر تقول يعني بتفرقات الرياضيه. شنو مشكلتك بالتفرقات؟ يعني هي مشكله عاديه ان 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 يعني التفرق مثل ما تقول يطول على ما يطلع حق اللاعب، عرفت يعني. في عندك جهات حكوميه معينه لازم تقدم تفرق قبلها بشهر، عرفت؟ ايه، فاحنا كل يعني شغلنا التفرقات دائما على اخر شيء. حلو ابو حمد، يعني بعد تنظيمكم لهالبطوله، تقييمك الشخصي بعيد عن الاجواء اللي شفتها، نجحت بالصوره اللي كنت راسمها؟ والله الحمد لله نقدر نقول نجحت، هي بطولة نجحت. نعم. ولكن يعني الطلبات اللي احنا طالبينها هذه ايضا لفتت الانظار لنا. حلو. يعني حتى بعد البطولة تم الاتصال فينا بسرعة توفير مدربين وجهاز فني بأسرع وقت حق منتخب الوطني للهوكي على الجليد. شيء طيب هذا، ترى منتخب الكويت ولا مرة صار عنده مدرب أو جهاز فني، دائما مدرب وطني، فشيء حلو هذا ان لفتت الانظار حق اللاعبين. بس احنا نشوف ان ما ادري اذا تشاركوني هالشيء او لا، اعتقد انتم تميزتوا مع المدرب الوطني، يعني على الامكانات اللي الله يعطيكم العافيه محدوده، بس اثبتوا الشباب او المدرب الوطني. اعتقد حضرتك ها؟ لا لا لا، مدرب مشعل اخوي. اي كان بس تميزه الفريق، يعني سوى انجازات على قد المتاح. سوى انجاز كي. انت احنا لو قارنها الحين، يعني انت نافست بطل اسيا واللي عنده منتخب الامارات اقصد. نعم. واللي عنده جهاز فني واللي عنده مقر واللي عنده احتراف يمشون معاشات حق اللاعبين. حلو. فيعني وجهاز فني كامل من مدربين وجهاز فني واداريين وهذا، نافسته وانت بدون اي جهاز وبدون اي مقر وبدون اي دعم، يعني ما يذكر ونادي انت، فهذا شيء كبير اكيد. خلنا نوقف عند نادي وما يذكر. ابو بندر، انتم لاعبينكم ما لهم احتراف من الهيئه اسوا بالانديه الاتحادات واللجان او اللجان الاخرى بالتحديد؟ احتراف ك يعني خارج احتراف الجزئي ما يعني ما اقدر افيدك بهالنقطه بصراحه. ما اذا الاخ لا هي نرجع حق الفني ثاني. احتراف الجزئي، احتراف جزئي يمشي لازم لكم؟ لازم يكون لاعب عنده نادي او اتحاد. عندك نادي لجنه الدراجات؟ لا لا لا، اسمح لي انا اعطيك المعلومه الصح. أوكي. لجنه الدراجات يصرف لها، هي تحت مظله، هي لجنه. اي نعم. وتعمل مع اتحاد العاب القوى اظن، ويمشي لهم احتراف جزئي اتحاد كلجنه. اي بس مع اتحاد مدرسة. هم لجنة الدراجات، هم يعني من ضمن اللجان اللي تحت مظلة لجنة الأولمبية. هذه أول مرة أسمع. حلو، أعطيتك معلومة عين تروحون تراكبون فيها. ما أدري عندكم الخطوة الجاية شنو أو الحلم الحين؟ خلاص احنا خلصنا من فرحة، نبي نتكلم عن طموح ثاني أكبر من اللي شفناه. يعني احنا خلصنا من خليجيا ونتشرف، شنو الخطوة الثانية أبو حمد؟ والله الخطوة الثانية، شوف أول شيء قبل البطولة الجاية المستضيفة هذا، إشهار النادي هذا هدفنا الأساسي، يعني إشهار النادي. لأن أنت لما تشهر النادي هنا البيبان كلها تنفتح قدامك، تحس باستقلاليتك. نعم. يكون عندك ميزانية، ميزانية مستقلة. أنت تختار الدولة اللي بتعسكر فيها، عندك الاحتراف الجزئي يمشي لك، عرفت؟ إيه، فهذا يعني هذا الهدف قدامك. الدول الحين مكان المعسكرات، انا ملاحظ دائما متجهين لتايلند او اسيا. لا، بطولات اسيويه نشارك مو معسكرات، احنا عسكرنا بالتشيك. اي اوكي، بس اي لا هم قرينا ان كان عندكم معسكرات.